Test, test, mic 1, 2. Ladies and gentlemen, boys and girls, Zanakari in the house. أهلا وسهلا بالشباب الطيبة. طبعا زان ما عنده أدنى فكرة شو عم بيصير هلا. كنت قاعد بأمان الله وننوس كانت قاعدة هي عم taking care of Osiande our firstborn, وطلعت ببالي هذه الفكرة فكتبت few things ودقيت الحديد وهو حامي. طبعا نينا is extremely excited about it وزان ما عنده فكرة شو هي. المهم this is حسان and friends. حسان and friends, we chit chat about friends وشغلات عجيبة غريبة عن how did we meet, what are you doing, شو الكونسبتس تعولك بالحياة وشغلات مثل هيك. Yeah. You wanna play along? Hit me. We're friends. We're friends, aren't we? زان طبعا متعود علي. قد كم سنة صرنا بنعرف بعض؟ راح نكفي 8 سنين. Oh my Allah! December. It feels like yesterday, man. Yeah, it does. Like, على فكرة, it feels like yesterday, and it feels يعني في قدم بالموضوع. بتحس إنه يعني في عشرة وفي خلاص, we're family now. عرفت كيف؟ It's no longer, yes, oh, he's a friend I recently met. عرفت كيف؟ Yes, indeed. Yes. How did we meet? بتتذكر؟ طارق دوش باك بطل. طارق بطل is a mutual friend of ours. كنت عم سجل له ألبوم أنا. I produced and co-wrote an album with him Los Angeles. طارق كان راجع منتقل ع دبي من لوس أنجلوس. أنا كان عندي فضول, جيت لأول مرة على دبي بأواخر نوفمبر 2012, وكنا أنا وطارق رايحين نحلق بـ JBR Black Stallion. تماماً, يا هو دق لك أنت دقيت له. المهم إنه oh I need a haircut too. المهم التقينا ثلاثتنا بـ Black Stallion we hit it off. تبع أنت سألته يعني عرفك يعني بعتقد كان لعب لك Tropic Dreaming at the time, where you guys are already playing it on air. Tropic Dreaming كنا عم نلعبها already على الهواء. فقال لك I think he said this is the guy that produced Tropic Dreaming. فمن كلمة لكلمة قلت له عمين عرفته على كذا. تبع أنا حسيت إنه حسان حريص أكتر على مين لازم طارق, عمين لازم يعرفني طارق من طارق. عرفت كيف؟ قال له لازم تعرفوا على كذا وكذا وكذا. أنا ملك طارق. How come this hasn't happened already? How come I'm just meeting this guy and you and I, بين قوسين, طارق and I had gotten so close. I can't compare it to how close أنا وياك are, حسان, بس كان مشروع تبع أنه أنا وطارق to do stuff together. عرفت كيف؟ يعني after the album, بعد ما سجلنا الألبوم سوا, فصفنت هيك. I'm like, I'm just meeting this person and he's helpful. And غير helpful للأمانة حسان. He cared. أنا غير he cared. أنا ضعت شوي لأنه من لهجتك في شغلات أخدي على سورة, شغلات أخدي على لبناني, شغلات أخدي. أنا ضعت, عرفت كيف؟ تبع إنه بس أنا not that I care. I never care about that stuff. بس okay. ما عرفت من وين, وصراحة ما فرق معي. بس إنه كتير استوقفني موضوع إنه خليط من قلب رب. انه من قلبه رب عن جد عم بيسأل طارق. لا مو بس سأله لطارق, طارق make sure يعني فورا دق لكذا, make sure he meets such and such. عرفت كيف؟ تبع انه يعني عملنا full plan نظامي. So I was like oh my god, يعني انا I'd already had my reservations about طارق. ليك طارق is someone who's he has a good heart, he's talented, بس طارق only cares about طارق للأسف, you know. He's back into music, by the way. He's producing, هلا. He shares some stuff with me. يصطفل, man. يصطفل. Honestly, I've washed my hands clean of that. يعني كتير حاولت. بالعربي غسلت إيدي منه. نظامي, ليك عطيته من قلبه رب. ومرة, يا الله. يعني ما بدنا نقضي شلي على العالم. يعني بس كتير, I was disappointed. كتير, 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 كتير. أنا ما بعطي مشان استنى كيف حدا بده يرجع لي. بس انه مان في الحدود الدنيا, مان. And unfortunately he fell really flat. يعني تبع it was very disappointing. عرفت كيف؟ I just
like to keep that there. ما علينا, that's how Hassan and I met بال 2012. كان وقتها على وشك انه يروح على امريكا, كان في دورة بنيويورك فيلم اكاديمي اي ثينك, او دورة تمثيل او هيك شيء. يس, نيويورك فيلم اكاديمي. فبذكر وقت قلت لك احكي مع سامي واحكي مع بشار وكذا. المهم بس كان يعني كان لقاء سريع وما عاد شفنا بعض. لا انت قلت لي ليك if you're ever in Abu Dhabi you know call me وكذا, وانا رحت واجيت بس يعني انه I'd only met you the first time, ماني متعود انه hey man I'm in شو اسمه let me, عرفت كيف. فبعد شي شهرين تقريبا دقيت له لحسان. كان جاي على دبي والتقينا. انا كنت وقتها عم بتنقل بين Discovery Garden و Discovery Garden تبع نقلت شي 6 مرات ب Discovery Garden انا وحبيبي بيكسل الله يرحمه, and my studio, we were moving from one place to another. فإجا حسان and we hit it off proper وقتها, and then we met a couple times. بعدين رحت نقلت وقعدت مع حسان بأبو ظبي لمدة شي 4 شهور, and we've just been fast friends since. يعني that's actually the time, يعني نحن بهذا الزمن يعني بشباط, it was February 12th or 14th 16th هيك شي, طلعنا بكونسبت زان وحسان. And yeah, we've just been friends since then. تذكر المقلوبة اللي ماما مطيعة عملتنا إياها. Oh my god. Oh my god. Like على فكرة يعني it. وبامية كمان. It is my go-to. Like في شيء كان كتير استثنائي بما يتعلق بالبرودوس أو الخضروات أو المنتجات ما بعرف إذا محلية أو مستوردة. Man, يعني كأني كنت عم باكل لأول مرة بالحياة. حسان. Man, she made مقلوبة يعني طبعا عم باكل وما أنا عم بقدر اشبع تبع حسان. يعني زان كان جاي من امريكا وعم تذوق المنتجات, تذوق الاكلات العربية بالمنتجات العربية اللي طالعة من لبنان ومن سوريا ومن الاردن ومن دولة الامارات مش عارف شو, امه طبخت لنا اياه هناك واكل مقلوبة بالانجريدينس العربية. هلا البندورة هي والبتنجان هو بامريكا, بس هون يا اخي طعمته غير. لا بس ليك حتى يعني ليك في شيء يعني بذكر قبل ما يعملوا انجكشن بالفود وهرمونز وهالقصص, يعني انا مثلا اشتريت حليب reminded me of الحليب اللي كنت اشربه لما كنت صغير بفرنسا, عرفت كيف, when things were pure back in the like late 70s early 80s, في there was something very pure about the food that I hadn't, يعني حسان, يعني it was literally I was rediscovering food. مو لأنه I'd never tasted, but it had been so long since things were that fresh. يعني بذكر مثلا بسوريا لما كنا ننزل بالصيفية مثلا الجبس والجبن والجبنة عفوا. Man, تبع man like بتاكل أصابعك after that stuff. عرفت كيف؟ there was something so organic. Everything was, ما كان في شيء اسمه والله pick me up some organic fish. Everything was organic. يعني the standard كان organic. تبع الستاندرد ف يعني لما أكلت عم بقول لك man my palate was like whoa what's happening here, تبع you're literally rediscovering the taste of food man. يعني تبع أكلت الأكل كله, ماما عملت طنجرة خلصت معي بوجبة واحدة, عم لك ماما أنا مستحي من حالي but it's so good I can't stop. وهي على فكرة هي ماما من النوع اللي لما بتطبخ ما رح لك بتكش نفسها, بس she للأسف I hate that she can't enjoy her own food. أكل كل اللي طيب. بتبخ مان, كل اللي بتبخ ما بيحب أكله, ما مش ما بيحب ما بيأكل. هلا على فكرة أنا فكرتها هيك بس طلع لا, في عالم بيطبخوا بيتزوقوا طبخهم, ف not everyone is like that apparently, بس إنه في عالم كتير بعد ما تطبخ يا من الريحة يا اللي هو تشبع من الريحة مان, ما بتستطعم. يعني ليك مثلا بتقولون oh my god it's so good, بفكروك عم تجاملون, and it's not that at all, it's very very good. هلا ما نعم بقول هيك لأنه أمي, بس regardless man. بس ماما مطيعة بجنن. بس ماما يلي بالعادة قلت لك ما بتحب أكله, قالت لا الأكل كتير طيب, عرفت كيف. كان في شيء كتير مميز بال ingredients, كتير كتير كتير, مو ال ingredients, الفواكه الخضروات الرز البدكة, it was all
I like how we turn this into. وإن شاء الله اللي عم يسمع. It was a highlight. إذا شيء متذكرينه من 8 سنين. It is definitely a highlight. ما عم بقولك وإن شاء الله اللي يكون عم يسمعنا هلا ما كتير جوعان, لأنه إذا جوعان فورا عرفت كيف تبع. بتذكر أول ما جيت على البلد كنت جابي concept photography وميوزك. Correct. Okay. Yes. شو عملت فيهن؟ ذكرني بقصة الفوتوغرافي. كيف how did you land your first gig؟ شو قصة الميوزك الجيرني تاعت الميوزك؟ قبل ما نفوت على الفوتوغرافي أنا بالأساس يعني كنت عم يعني كنت قبل بشي 4 سنين كنت مبلش عم بشتغل assistant mix engineer مع ديف بنسارو, one of my very good friends and mentors. وكان صاير لي شي 20 سنة عم بشتغل بالتوزيع بالتلحين بالغناء و فهوس الموسيقى, بس ما بحياتي قدرت اتفرغ لها القصة. فأنا كنت متخذ القرار أنه أنا خلاص حتى لو بدي أروح على الميدل إيست, على سوريا, على الإمارات. يعني الإمارات ما كان على الرادار, بس لما أجيت شفت في فرصة, علما أنه الفرصة كانت بمجال التصوير. بس أنا بالأساس كنت حابب أسس هون, يعني يعني ما رح لك انه والله كريستال بول, بس كنت شايف انه خيو في فراغ, في فراغ بالمنطقه ماشي, في هناك حاجه اللي ما تقدمه تماما. فما مو والله جاي بدي اكسر الدنيا وبدي اعلمهم كيف الشغل, لا, عرفان انه انا قدران اقدم شيء في 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 عالم في فاليو في فاليو. فبس ماي انتري انت ذا يو اي اي لما اجيت التقيت بكذا شركه تصوير وبرودكشن وفيديو قصص. ف شفهيا اتفقت على عقد مع شركه محليه كان اسمها بعتقد لساتها موجوده ماجنت فوتو اند فيديو او هيك شيء. فشفهيا اتفقنا على صيغه انه بس صير هون يصير تعاقد عقد بيني وبينهم انه هنن يمثلوني to do photography gigs. فthat was my, يعني هذا الشيء اللي شجعني اتخذ القرار انه خلاص انا I'm gonna come and give it a chance. بس يعني انا كنت حابب انه بالوقت اللي ما اكون عم صور فيه يكون عم بعبي وقتي بالموسيقى وبالبرودكشن والقصص هاي. وما بعرف اذا بتذكر وقتها كنا عم نحكي عن doing remixes for some singers وحطينا list of people that we could contact وقصص. المهم التصوير يعني فعليا أنا إجيت لهون and my representative at the time Lucy عطتني قائمة شيء 200 مدري 300 شركة من فرمتون فرم ما خليت. يعني عملت spreadsheet who I'm gonna contact, what their position is, what their email address, whether I met with them or not. يعني شهر January 2013 حسان, يعني شو بدي أقول لك, تبع قضيته emails ورا email. يعني I met with so many people, and by February I was working. February, March, April, I was working like a madman doing photography only. Not to say that I worked a lot, but مثلا نفترض I had 10-15 sessions, and they were very high-profile sessions out of Kyiv. So that's how I got by. Covers, كلياتهم covers, ثلاث أرباعهم covers. هلا لك في هالسهولة بدبي. I don't know that it's necessarily because I'm that good. I'm pretty good. يعني okay. You are good. So you are. ما شاء الله عليك. بس yeah, يعني it was, يعني تبع I went from 0 to 60 very quickly. وأنا هذا الشيء اللي كنت شايفه بالإمارات إنه في مجال للي عنده شيء يقدم ويتميز بسرعة. يعني تتفوق على بأمريكا طاحوني من. It's such a competitive, not to say that I'm not as good as what those who are doing it, but it's you're competing with people who are توجع الراس. موش... لا 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 ليك على فكرة وجع الراس حسان, حكينا بهالموضوع يعني مرارا انه if you want to get good at something surround yourself with people who are 30 times better than you are. True. كيف أمريكا does provide that. يعني أنا اللي كان يخوفني من الرجعة أو التفكير بالرجعة لهون أو على سوريا أو كذا انه خلص. Not to say that you're the best, بس إذا أنت واثنين ثلاثة أنتوا اللي you're setting the standard, خلاص الواحد بيسقف. ما عاد في كتير. إذا الواحد ما كان محرض ذاتيا إنه يحسن بحاله, بدك ظرف, بدك مناخ, بدك and the US provides that on such a massive scale, عرفت كيف. فأنا هاي الشغلة كانت مخوفتني
بس ناتس بدبي في كومبيتيشن حلوة يعني، عرفت كيف؟ بس الوصول أسهل بكتير من أمريكا يعني، وكان في سلاسة بالتعامل يعني. بأمريكا تبع إنه أوكي شو ما شو what do you mean you want to meet with the CEO of creative agency take an appointment مين حضرتك، عرفت كيف؟ هون hi how you doing I'm a photographer recently moved from the US I specialize in portrait photography I would love to take a few minutes of your time if you can spare تبع an hour later yeah sure I'm free blah, blah. What عرفت كيف يعني كمفهوم هذا كان شوي غريب علي، عرفت كيف؟ almost too good to be true. بس لما شفت انه هيك يعني في 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 اريحيه او في سلاسة بالتعامل فتحت ابواب كتير، وبالاخير يعني يعني بالاخير your work is gonna speak for yourself يعني ما حدا يعني شفقة اللي تعت لنشغلك حرام هذا مقطوع من شجرة يعني بالأخير عم بيدفعوا مصاري الجماعة، عرفت كيف؟ فبس اللي عانيت منه واللي نبهتني عليه لوسي my agent or representative at the time إنه my style was a little too dramatic or a little too dark إذا بدك for Dubai. Dubai is very much happy, bright، عرفت كيف؟ تبع كل ال requirements أو specs اللي يجونا إنه we want to take pictures of friends having fun at the bar, friends having fun at the beach, friends having fun at the hotel lobby, friends everybody's having fun. عرفت كيف؟ تبع super bright, super happy, super كل شيء which I can do. بس أنا بالعموم يعني بصريا ميال للشيء ما رح كتير بكره كلمة cinematic أو filmic بس a little more dramatic in lighting. عرفت كيف؟ moody لنقول في mood معين mood yes mood it's a moody they're moody environmental portraits. عرفت كيف يعني؟ انا تفاجأت صراحة كمان ما كنت عارفان موضوع انه لما بيجيك requirement او انه مثلا شركة X بدها حدا يصور فبالقانون لازم الشركة تبعت لهم ثلاث خيارات بدهم من هالثلاث خيارات ينقوا. عرفت كيف؟ هاي it's an anti competition على في مليون ما بعرف مناقصة. مناقصة فأنا تفاجأت أنه يعني إحدى أوائل المناقصات اللي تقدمت مشانها كانت تشوت the campaign for Emirates Airlines بغض النظر إذا كنت أنا مجرد أنه والله دحشوني كأنه a third photographer. Honestly I was very happy, I was very impressed and the creative director يعني ما حكاني كأنه أوكي هاي تعبئت فراغات. We sat and talked for an hour and a half. عرفت كيف؟ هلا بالأخير I didn't get that particular gig بس إنه it was a big deal for me. عرفت كيف؟ تبع what do you mean I just got here and now I possibly might shoot the entire campaign for Emirates Airlines. ف that was a big deal for me. يعني and I've had a few meetings يعني على نفس المستوى بس yeah photography was what did it for me. للأسف ما صار لي مجال اشتغل كتير بالموسيقى. أنا وياك بعدين عاد يعني طلعنا بفكرة زين وحسان وبلشنا بعربي مش عربي برنامج موسيقى قلنا منبلش راديو ستايل لبين ما نجهز الفيديو ما فيديو إسا كنت عم بدرس إسا ما كنت يعني هون كنت عم فكر إنه ببقى برجع أمريكا. عرفت كيف؟ إسا ما كنت مستقر يعني كان في تخبط بالقرار ويعني كل شيء جديد علي المناخ ما أنا متعود عليه يعني كذا قصة. عرفت كيف؟ و even though there was work المشكلة أو بأمريكا متعود خلاص إنه you get يعني you do your work you get paid. هون عادي إنه بالأخير الكل دفع لي بس عادي مثلا هذا ما دفع لي لثلاث شهور ست شهور ليدفع لك. عرفت كيف؟ ما كنت مهيئ حالي ماديا فأنا يعني انكسرت ماديا لأني ما كنت جايب معي شيء كفيني هالكم شهر. عرفت كيف؟ تبع اضطريت اتدين لبين ما سكر لبين ما بلشت المصاري تدخل يعني كنت already not in the best of shapes ف I didn't plan it يعني كان في معلومات لو موجودة عندي كنت تصرفت بطريقة تانية ف يعني كاستراتيجية ما كنت دارس الموضوع صح 100% بس كانت خبرة وتجربة كتير مهمة بحياتي. فهذا هاي بالنسبة للجي رقم واحد. جي رقم واحد وفعليا كجي هي يعني في واحد واثنين أنا هلأ صرت هون. عرفت كيف؟ هلأ بين واحد واثنين لا صح صح أنت حاليا بالتالتة. أنا بالتالتة أخي بيقولوا التالتة سباتي. أنا جيت المرة الثانية جيت بال2016
أنا كنت حابب أروح على سوريا، بس إسا ما كان مبين إذا بقدر فوت أغراضي على سوريا ولا لا. فشحنت أغراضي على دبي تيك تو المرة الثانية، وطلع إنه فيني، فكفيت على سوريا بال 2016. من 2016 لل 18 كنت بسوريا. One of the best decisions ever. Very, very necessary decisions. Like, للأسف سوريا is out of my system. يعني أنا كان لابد إني اتخذ هذا القرار، واتخذ يعني إني فوت هالفوتي. يعني كنت دائما أقول لو بقدر اتفضل للموسيقى أو للبرودكشن للكرياتيفيتي أو doing YouTube stuff، رحت على سوريا وعانيت كتير. ليك وبالأخير يلي خزلني بسوريا ما ولا الحرب ولا الوضع الاقتصادي ولا الوضع يعني المعيشة، كان كهرباء وإنترنت. يعني أوكي أنت رايح على 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 بلد فيه حرب، بس إنه no amount of money could give you what I was looking for. عرفت كيف؟ تبع إنه technologically was there، بس ما في لا ثبات ولا استقرار لا بسرعة الإنترنت ولا بتوفر الإنترنت. عرفت كيف؟ يعني الله يورجيكم المعاناة تبع بس لرفع حلقة زان وحسان أسبوع، وكانت معاناة أسبوعية. عادي كان ياخذ معي اسبوع كامل لارفع حلقه زان وحسان، ضرب 70 حلقه، لا يقل عن 70 حلقه في 70 اسبوع انا طلعت روحي. عرفت كيف؟ كتير كان الوضع صعب من هالناحيه. هلا اوكي كان في تشالنجز على المستوى الشخصي العاطفي، التخبط انه انا ليش رجعت. عرفت كيف؟ المفارقه بين شو وين كنت وين صرت وليش وكذا. عرفت كيف؟ طب ليش اتخذت هذا القرار؟ الجواب كتير بسيط. تأخرت على الزواج وكنت حابب أتزوج، وأنا لاغي فكرة أني أتزوج من غربينيا أجنبينيا. يعني كنت حابب أتزوج مرحلة من سوريا بس عربي. عرفت كيف؟ هذا كان جزء مهم، وكنت حابب أو حابب أقضي ولا أزال أن يكون قريب على أهلي. كيف؟ أنا كتير بحب أهلي وكتير بحب كون جنبهم. وزائد بدي أتفضى يعني على المستوى المهني أو الشخصي، أنه بدي أتفضى لموضوع الكرياتيفيتي إن كان بالموسيقى أو بالتصوير أو بالإنتاج. عرفت كيف؟ يعني حالة أن عندي 9 to 5 لطلع أكلي وشربي، وبعدين عندي 6 to 3 o'clock in the morning to do all the other stuff that I really love. يعني أنا وقتها كنت عم بشتغل بالإضافة لشغل بأمريكا، كنت عم أعمل remote work for a management company. كنت عم بشتغل لهم graphic design اللي هو اختصاصي بالجامعة أو دراسيا. فيعني بسوريا كنت عم طلع يعني مقابل 15 ساعة شغل بالشهر، عم طلع يعني عم طلع مبلغ كتير 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 مهم بسوريا. عرفت كيف؟ تبع فيني أعيش على واحد على خمسة من اللي كنت عم طلعه. It was a good setup. It made sense financially and it made sense on a lot of levels. But when it came to the logistics, ما توفقت بالموضوع. ويعني بعد سنتين اتخذت القرار انه سوريا للأسف تحولت من مكان من شيء إلى شيء. يعني فخلص أنا فيك تقول سوريا طلعت من السيستم تبعي. هلا اكيد بيهمني اهلي وكذا، بس يعني ما حسيتها تضحيه، بس خلص انا حسيت انه التطور او الجروث راح يكون كتير محدود وبده يوقف فتره من الفترات. وانا عندي يعني طموحي اوسع من اني تم مربط الايدي. يعني عرفت كيف؟ فاتخذت القرار انه لسه ما كنت عارفه لوين بدي اروح. أخي كان بأمريكا لا يزال، وكان على وشك أنه يا بينقل على دبي أو ما بينقل. بس أنا قلت خلص بروح برجع أمريكا بغير جو، ومن أمريكا بشوف، يبدأ بأمريكا بحاول بدبي. واللي صار أني رجعت على أمريكا وأخي نقل على دبي من هون. فأنا وقتها يعني خلال أسبوع لقيت عقد بأمريكا، وعقد كان كتير حلو ومهم وكذا. فقلت بشتغل هالعقد وبشوف شو اخرته. بعد سنة خلص العقد، مو خلص لا، العقد فعليا كان لساته شغال، بس عقد البيت تبعي خلص.
وأنا بالأساس يعني ما كتير كنت متعلق بأن يكون بأمريكا، وخاصة بعد ما راح أخي كتير فضيت أمريكا وحسيت حالي يعني وحيد. فولفت على دبي، ويعني لحسن الحظ جيت لهون وتوفقت ب ب ب يعني بوقت قياسي يعتبر. لقيت شغل هون وضبطت الأمور. كانت في شوية عرقلات بس المهم جيت بديسمبر of 2019 صليت منه شهور هلا بالشغل اللي أنا فيه، والحمد لله يعني أخيرا استقريت، أخيرا نقلت النقلة الثالثة، كل أغراضي رجعت من أمريكا واستقريت. So what are you currently doing? Currently, what do you mean as far as work? لما كنت بأمريكا يعني أنت بلشت photography بدبي. Yes. بعدين يعني at least اللي انحكى photography music, photography music. بعدين رحت على سوريا قلت لي أكملت graphic design. بعدين على العقد graphic design لعيش. إيه تماماً. إيه. بعدين رحت على رجعت على أمريكا كملت graphic design بالcontract تبعك. بعدين جيت على الإمارات. هلا what are you currently doing? I am currently a music content specialist and it's a great job. واللي دبر لي الشغل بالصدفة هي ليليانا رفيقتنا، وفعليا if it weren't for ليليانا حسان ونينا wouldn't be married. Hi ليليانا. We love you ليليانا. We do. She's such a sweetheart. She's such a nice person. ولك هي لك كيف يعني الصدفة كانت عزمتنا كزان وحسان ليليانا على كان في كان بدهم يطلقوا يوتيوب ميوزك بالميدل ايست، بس نينا كانت بلبنان وحسان بعتقد كان عندك ارتباط مالك انه يو ورنت غانا بي ايبل تو جو، فانا رحت نيابه عني وعنك. لا نينا كانت بلبنان انت كنت انا ما كنت بس كان انت ما كنت لا كان عندك يا بدك تسافر كنت ناطر رد من نينا انه يا بتسافر يا ما بتسافر. اه يس يعني يس 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 it was in the يعني ما معروف شو بده يصير. فوقتها كان نصيف زيتون وابو ورحمة رياض كانوا مستضيفينهم على اللونش، فانا قلت بما انهم موجودين كنت عم بحكي مع ليليانا لشوف اذا ممكن ننسق شي لقاء مشان زان وحسان وهيك، وكنت عم بقول له انا يو نو عم اخي نقل على دبي وعم فكر انه اقول كذا، عم اهلي عم بدرس الموضوع عرفت كيف. And I didn't make anything of it. رحت شفته وكان اللونش فيري نايس. ما في اسبوعين اقل من اسبوعين انا وقتها ما كان عندي شيء، اسا ما كنت مبلش ابعت لا ريزوميز ولا شيء. رحت زياره على سوريا وصلت السبت يوم الاثنين تبعت لي ايميل ليليانا بتقول لي I know this might be a bit junior for you, but a position just opened up. Would you like me to put your name through? فقلت له إيه أكيد يعني that would be great. Well, thank you very much. خلال 3 ساعات I had an offer. عرفت كيف تبع. He's يعني that good. He's that good. تبع super quick. وليك وبالأخير يعني ليك ما قلت له please لاقي لي شغل عرفت كيف، وأنا كنت شالفها شلفة قبل بأسبوعين عرفت كيف. It just aligned that way. But man, she's such a helpful person. يعني حتى بتذكر لما يعني she reached out to us ببداياتنا بزان وحسان لسه ما كان عندنا under 10,000 كان في 7-8,000 هيك تمام. ايه تمام. She reached Liliana reached out to us no hey we love what you're doing please let us know if we can help you. فالتقينا فيها وقالت لنا حابين تعملوا شي كولابريشن مع شي حدا. زان كان بسوريا وقتها على فكره، هي فلو ان بس مشان الميتنج. تماما تماما. اجينا وهالحكي كنا شيء انه نينا كانت شيء منزلي ساكن او كانت منزلي كذا غنيه بتذكر كنا وقتها يعني وي فيتشرد نينا's ميوزك اون اور شو كيف ما كان صاير لنا زمان. فانطرح اسم زينة زينة نينا انطرح اسم نينا انه would you guys like to collaborate with her. طلعنا ببعض انا وحسان yeah of course hell yeah are you kidding me we both love نينا طبعا we loved her differently at the time يعني بس انه I loved her لدرجة تجوزتها يعني النظام. فاللي صار انه ليليانا جمعتنا مع المانجمنت كومباني تبع نينا Music is my life. التقينا فيهم ببيروت، التقينا بنينا ونسقنا شو او يعني طرحنا عليهم شو كنا عم نفكر نعمل. هنن كانوا على وشك
يفتتحوا يوتيوب يوتيوب سبيس بدبي 2018 شهر 3 تماما. نينا was going to be there to film a music video and to do something and perform actually. She performed at opening act. Yes. تماما. ف وصورنا حلقة زان وحسان مع نينا استضفناها لنينا and we had such a blast. I mean man يعني عندنا more blooper reels than we have actual show. انت بتعرف انه ان الفوتج كلياته بعده عندي؟ وانا محتفظ بنسخة يعني I have everything كل الكاميرا from A to Z. It's amazing and you we should probably release that at some point. طول بالك خلي العقد يخلص طول نظام نظام ايه ف we had such a blast and you know little did I know انه حسان ونينا were starting to talk خفيف خفيف فمره ما في بعد بشهر يمكن بابريل او ماي عم بطلع حكيت مع حسان عم بقول له حسان you know it might make sense for us to go talk to انغامي ببيروت how do you feel about coming to beirut to go meet these guys زان كان بسوريا وقتها انا بسوريا وطبعا this is how I find out يا جماعه this is my best friend this is how I بضحك شوي حسون this is how I find out حسان and Nina are talking which made me very happy but this is how I find out قال لي ايه بلكي انا بلكي بعد ما اشوف نينا فينا نروح انغامي شوف نينا what do you mean I'm gonna be in Beirut this weekend نعم عيد I find you like لا, not only are you going to be in Beirut and I don't know about it and you're going to see Nina يعني انه عفوا انه خالص فعرفت شو ده قلت له طيب لا خلاص انغامي can wait ما في مشكلة go do your thing وهذا اللي صار يعني four months later تجوز حسان يعطيكم الف عافية pretty much it was quick بس man يعني بذكر انا the sparks were flying أول ما تعرفنا عن نينا تبع إنه ونينا سجلت voice note لحسان and I have all that and it was really nice it was really special. في كنت لقوا الكلام هذا كلياته على يوتيوب عملوا search زان حسان حسانينا شيء مثل هيك. لا بس أنت نزلت behind the scenes أنت على قناتك ما هيك حسون؟ yes you'll find it على channel هون رحلة السرية إلى لبنان. تمام حطها بال description وشوفوا. Guys, none of that stuff is rehearsed or prepared. Everything you see is as it happened. كله real, man. ما في it just happened very organically. الحمد لله. ف just to close the loop, برجع وبتشكر لليانا لأنه عن جد لعبت دور كتير بغض نظر يعني if you believe in accidents. I don't. You know. يعني. Like Liliana is a big part of why I'm here today, why you're with Nina today. Okay, it started with us doing the show. يعني فينا نرجع كتير لورا. It started with the creation of the planets. يعني أكيد ما رح نرجع لورا كتير. بس تماما كتير بعزة لليانا and I appreciate how amazing she is as a person and how helpful she is. She's really a special lady. She is indeed. فيس طيب. Yes sir. On a different note, خلينا نطلع من yes. العلاقات البشرية وهيدي الجيرني الجميلة جدا والحكي يعني ممكن يطول أيام وأيام وأيام أخبر مليون شغلة فخليها لحلقات تانية. خلينا to take a dip على موضوع كتير بهمك الذي هو اسمعوا ردة فعله آيفون ولا أندرويد. I think you answered your own question. شوف للصدفة هلا رح جاوب وقول آيفون مشان ما أعمل سسبنس. Definitely iPhone. بس بذكر إحدى حلقات عربي ومش عربي رح نحط لهم اللينك. بعتقد كانت حلقة 3, 4, or 5. نحن وقتها لحقنا نسجل 18 حلقة قبل ما ننيم عربي ومش عربي. ف مرة عم نحكي عن سامسونج عم تسألني يمكن سألتني نفس السؤال إنه سامسونج you know ولا آيفون فقلت له I would never in a million years carry a Samsung. ما في أقل من سنة I was working at Samsung. not that I didn't plan it
I didn't plan it. هذا اليونيفرس عم بضحك عليك لك never say never حبيبي. تماما لا ويعني maybe we'll just take that and you can insert it. But that was a انت وقتها you dropped your phone. It's like oh man Samsung you owe me another phone. نظام وكله هيك يعني it all happened serendipitously. طيب ليه ايفون؟ ايفون ليك اما للي بيعرفوا شو معناتها يوزر اكسبيرينس برافو عليكم. للي ما بيعرف مو يعني ما راح اقول عيب يعني عيب الشوم بس يوزر اكسبيرينس هي كيف نترجمها عربيا يوزر اكسبيرينس. الاكسبيرينس هي التجربه تجربه المستخدم انا اختصاصي بعد ما طبعا انا شهادتي بالجرافيك ديزاين بس اللي طعماني خبز آخر 10 سنين فعلياً هو اليوزر إكسبرينس. فحجم الايكون الايكونز the behavior of the icon what happens when you do something هذا اختصاصي هذا اللي اشتغلت فيه كيوزر إكسبرينس. أنا for me the operating system تبع Apple أقرب للشيء اللي بحبه أنا and it makes more sense it's more intuitive. يعني مسك طفل عمره سنة an iPhone he'll know his way around far more easily than that same baby or afwan toddler would with Android. It's not as intuitive. Okay, it gives you more flexibility, أكيد. بس أنا بفضل ال polish will user experience تبع Apple. بس I'm not married to Apple. يعني if another system, if another company, عقولتا كوكو واوا حسون أنت that's your favorite filler operating word. System. إذا نزل operating system اسمه كوكو واوا that can do something that's more impressive or fits with me more, I would leave Apple in a heartbeat. It would be difficult. I'm not saying it would be easy, but I'm not married to Apple for Apple's sake. It's just from what's available. So you're not a fanboy على البراند. You're a fan على user experience. Yes, هلا ليك I happen to have an affinity for Apple and what they've done and ليك من الآخر design wise they've influenced what everybody else does. Everybody copies Apple. Everybody 100%. Wants to be Apple hip بغض النظر يعني كنا عم نحكي اشتغلت بسامسونج مان اشتغلت على project اسمه Milk Music كان منافس لآيتونز. Okay. بغض النظر it won design awards as an interface. But man, we had to design for 650 handsets, Hassan. تبع wow. Different sizes, different resolutions. What are you doing? Apple has the small, the big. خالصين. Same thing. يعني it's bloated for no good reason. Everybody wants to be Apple, man. Everybody wants to be Apple. And I don't like Apple because everybody wants to be Apple. But there's a reason everybody wants to be Apple, man. They're doing something right. They don't always do things right. وبيفوتوا بمليون حيط especially when it comes to user experience recently. في تخبط بالمانجمنت أو بالدايركشن أو بمليون قصة. بس بالعموم بحس الأوبريتنج سيستم واليوزر اكسبيرينس بتشبهني أكثر من أندرويد بكثير وأكثر من يعني don't get me started on Windows. علما أنه بما أنه حكينا عن Windows again I had the opportunity to work at Microsoft on a project for Ford. My Ford Touch. Correct. Yes. كمان another award-winning user experience, user interface من اللي اشتغل عليهم زان. زان كتير متواضع على فكرة. يعني Milk Music ربح awards. وزان كان من design team. My Ford Touch كان أول infotainment system بالكرة الأرضية. مايكروسوفت كانت مستثمرة بزليارات الدولارات مع فورد لأنه to revolutionize the infotainment system بالسيارة. قبلها كان it was literally the iPhone of cars. قبلها كانت تحط كاسيت أو سي دي وتكبس زرار. مايكروسوفت والديزاين تيم اللي في يوزان نقلوها لتاتش سكرين ومليون ألف شغلة تتحكم بكل شيء بالسيارة من information لانترتينمنت لسيتنجز لا 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 صح؟ Yeah. And I'm blessed to have been part of that team. يعني it's you know it's definitely a privilege. It was a great experience. بس اللي بدي أقوله عن Microsoft even though I'm not a fan of Windows I found out that Microsoft has a lot of very talented people and a lot of very amazing ideas. بس المانجمنت من بالأخير Man, Steve Ballmer, يعني تبع Steve Ballmer killed it. But هلا Satya is doing a great job. أنا I'm a huge fan of Satya. What he's doing.
100% حسان. بس برجع بقولك يعني ليك like even Hyundai has somehow Hyundai the car the brand has somehow found a way to really rebrand and re and it, their cars have been impressive. بس أنا Hyundai the association is cheap second tier. يعني أنا instead of spending so much money to rebrand, I would have started and I like الشغلة. I would have started a new brand called it anything, and I would have gotten much further than trying to reteach people to not associate Hyundai with cheap or اللي هو. Because Hyundai, يعني بالأخير, okay, they took مثلا جسم الهوندا أكورد قلدوا وعدلوا فيه, but it looks good and it performs well, عرفت كيف؟ يعني it's a me too product. It's not a, they're not reinventing, no one's reinventing the wheel really. بس يعني Microsoft same thing. يعني what he's having to do, he's undoing all the bad that Steve Ballmer did. This is exactly what he's doing. You know, and that I mean, like, it all ebbs and flows. يعني Apple's up one day, Microsoft is up one day. يعني it's not, خلاص, you don't get to the top and you sit there لأبد الأبدين. You know, competition is great. That's what I love about the US and those types of companies. But Microsoft and I are not friends right now. I don't know that we'll be friends. I'm not opposed to it. If they do something that works, why not? But so far, this is a long way of answering iPhone would be my choice. That's exactly what I want. طيب, okay. يعني ما راح نعمق تكنولوجي أكتر من هيك, خلص يعني بكفينا. إذا برجع فيك الزمن لورا, هلا we're not gonna disclose your age, بس إذا برجع فيك الزمن لورا, no, disclose. I just turned 43. ما عندي مشكلة. I just turned 43. Happy birthday. Thank you. إذا برجع فيك الزمن لورا, what would you tell زان أبو 16 سنة؟ Perfectionism doesn't exist. أدي أخذك الموضوع لتكتشف هالشي. ساعتنا عم بكتشفه. عن جد يعني هذا يعني that's my biggest challenge. I'm a perfectionist by ما رح لك by design. يعني أنا كل الشغلات اللي بحبها بتطلب درجة عالية من ال details. Pixel perfect. يعني design بدو details, توزيع بدو details, mixing بدو رب details, كله بدو details. I enjoy details, بس يعني ليك شو ليت الشباب يستطيعون, لا ليت الشباب يعلمون وليت الكبار يستطيعون. يعني that's what happens, man. When you're young, you think you know everything and you can do stuff, but you don't have the knowledge. When you get old, you have the knowledge and you can no longer do things that you could do as a... And if you hack me, if you hayat بالموضوع. جربنا فتنا بالحيطان. هلا بالعموم قلت لك توفقت الحمد لله. And I'm still on my journey, بس... وأبي يعني, you know, إلو فضل كبير بهذا الموضوع يعني. بس man, I'm such a perfectionist وكتير عاقني الموضوع. يعني تبعي, يعني when I got into music, I had to be the best piano player. I had to be the best... producer, I had to be the best songwriter. It doesn't exist, man. It does not exist. And that's a hard lesson to take. About, and you always make excuses. And you know, you can seek perfection, but you know in the back of your head it's not achievable. إذا بتأمن بالله بتعرف الله تام, بس غير الله, it's not made to be that way. There's, and that imperfection is perfect. And it's perfect. In its imperfection. عرفت كيف؟ في يعني it's by design. It's by design. يعني for that would be the biggest one. The other one would be I would say that perfectionism is definitely a big one. The other one is to be more accepting of how things are. Just accepting. There is what is and what isn't. And there's nothing you can do about it. Well, your perfection does not exist. لا بغض النظر يعني هذا شق تاني. I was just accepting things. يعني تبع كن متقبل للآخر. مو للآخر, للأشياء, لكل شيء. لكل شيء. أنا بالعموم متقبل للآخرين حسان ولا آراء الآخرين, بس it's not a control thing per se. بس ليك بالأخير إذا بدها تشرق الشمس بدها تشرق. إذا بدأ تغيب. There's nothing you can do about it. إذا وقتك to get married, وقتك to get married. Okay. هلا أنا عندي my theory is that the universe, علاقتي أنا مع the universe هي مثل علاقة شخصين
أو جهتين عم بيسلموا على بعض. The universe literally has its hand out to you, waiting for you to give it your hand so a handshake can happen. And when I've done my part, the universe has given me in troves, يعني تبع. أنا ليك تعبت على حالي واشتغلت على حالي ويعني يعني ما أنا من ما رح نظر كتير بس أنا ما بآمن بالحظ. أنا بآمن بمطلوب منك تعمل الجزء المطلوب منك والباقي is not up to you. إذا صار صار ما صار ما صار that's نعمة. عرفت كيف؟ شو ما صار هيك هيك المفروض يكون الموضوع. ف that's what I mean by just accepting تبع أنه you do your part and you accept what happens. عرفت كيف؟ هلا أنا يعني okay you don't sit there and wait for money to come to you, it won't. And أنا عرفت كيف؟ يعني I'm happiest when I do my part and I try to do my part to the fullest. Yeah. قصة accepting وما accepting and do your yes. part. Yeah. How can you be accepting بالأوضاع الراهنة اللي عم تصير worldwide على كل الأصعدة اقتصاديا اجتماعيا نفسيا حربيا عدم استقراريا whatever it is. أنا صارت في نقلة نوعية بحياتي تزامنت مع وفاة ابني. ابني هو كان كلب اسمه بيكسل بس يعني تعلقي فيه ما يعني طبعا ما روح لازم روح مثل ابني يعني ما فيني يعني for all intents and purposes كان بمثابة ابني. ففقدانه غير لي حياتي. يعني أنا كلمة الحمد لله كنت أقولها بس ما كانت تعني لي شيء. لما توفى يعني مع صعوبة الظرف اللي صار لما توفى all I could say all I could utter was الحمد لله. يعني تبع وانت ونينا يعني you were there for the you know for parts of his end. يعني it was all يعني like برجع في محطات كيف صارت الأمور وليش صارت في خيو في ما كتير بدي فوت بالروحانيات بس all I could think is الحمد لله even though it was super tough and it changed me and it shaped me. ف accepting his فراقه his the loss of Pixel and being as connected as I was and still am to him man there's nothing like ف بقول لك يعني that experience حسان I don't care if I die tomorrow. يعني أنا بتعرفني متفائل بالحياة ماني متشائم ماني حدا سوداوي كذا. If I die today it's my time. If I die tomorrow it's my time. I don't worry about that stuff anymore. حرب ما حرب of course بزعل في شغلات بتزعل بس man I'm just so much more accepting of what it is versus oh if things were different if we can do I don't spend a lot of time like أنا كنت رهين وكنت سجين لل internal dialogue إنه in the future in the past. عرفت كيف كنت عايش بين الماضي والمستقبل way too much. ما رح لك I live in the now per se ونظر بس I'm definitely closer there. I stress a lot less than I did before and that's all برجع بلك تزامن مع وفاة Pixel. It taught me a big lesson. يعني like يعني I wish people well and I wish there wasn't war but man it's all there by design man by design بغض النظر بدك تكرهه لله إذا بتأمن فيه بدك تحبه لله it's that's a personal relationship my relation I'm completely at peace with whatever happens I'm not afraid I'm not afraid whatever happens I don't know if that answers your question so. It does indeed I love the last sentence I'm not afraid and I'm sorry for your loss thank you brother thank you. إيه فهذبتني روحيا يعني وفاته لبيكسو هذبني روحيا يعني روحانيا I should say. You know? It's a spiritual experience that you had to go through. Yeah. يعني and like يعني كيف الشاب أو البنت بيبلغوا يعني أو you know they go from being a kid from childhood to adolescent to كذا يعني اتزامن وفاة بيكسل مع حسيت حالي أنا هلأ صرت يعني صار عندي حكمة أو رشد أعلى
تزامن مع وفاة بيكسل. If that makes sense. عرفت كيف؟ It does. It does. Of course. وعمريا يعني كله تبع it all kind of clicked at the same time. It clicked in a very strange way. عرفت كيف؟ تبع it brought me some serenity, some peace. It brought me a lot of peace. Believe it or not. عرفت كيف؟ I do. Yet loss at this. يعني loss is a very selfish thing. يعني تبع أنا لما توفى بيكسل all I could think of is إنه I killed him. لأنه أنا رحت على سوريا يعني من أمريكا رحت على سوريا لرجعوا على أمريكا وتوفى بالطيارة. For the whole time I'm thinking he's dead because of me. And that's not at all what happened, man. It's يعني, not. It's not. It's not what happened. And to think that is a very selfish thought. His death has nothing to do. يعني عرفت كيف؟ الفراق or missing him is a selfish thing. If that makes any sense. It does. Again, just I found so much peace, but by losing someone that was, you know, كيف, super, كيف, super. كيف قدرت تطلع من 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 ال من هالexperience هذه؟ Did you read? Did you meditate? Did you wonder? لا والله ما كتير. ليك صراحة, I have my best friend Erica, who's such a rock and has been, you know, by my side through so many tough times. And you know, she for all intents and purposes was Pixel's mom. You know, between Erica and my mom, they took such great care of Pixel. For my loss was also her loss. Out of Kiev, and in some strange way, and Pixel should have died earlier. بذكر آخر interaction صار بيني وبينه. كان عم بيلها كتير بذكر ببيروت. يعني okay, he was by my side when he passed. We're going to go see Erica and Max. Erica, come on, عندك كلب اسمه Max, who was, you know, like Pixel's brother. And I feel like he hung on a little longer. If it makes any sense, when I handed Erica Pixel, who had passed away, I feel like part of him was still there, you know? Again, it just had to happen that way. كيف جاوزت الموضوع كانت Erica, she was by my side, man. We mourned together. You know, the first few days were very, very difficult. بس مثل ما قلت لك يعني الإحساس بال being blessed والحمد لله إنه الحمد لله على كل شيء, you know. هل هذا كان قرار نابع من ذاتك؟ أنت قررت إنه الحمد لله ولا هيك؟ على سبحانية ربك أعطاك هالباور هذه. سبحانية على يعني مثل ما قلت لك هي بلشت بزعل وعتب على حالي, which for some reason I felt was selfish. I'm like, why am I turning this? Why am I making it about me? It's not about me. عرفت كيف؟ When I turned it outwards as in it's not about me, تبع هذا الشيء بده يصير إن حبيت وما حبيت, هاي سنة الحياة, هاي هيك مكتوب, you know. وبالأخير we're all headed there. بس when I discovered that it's not the end, يعني like and a part of me, like حسن, whether it happens or not, this is what makes me hang on. This is some weird thought. When I pass, he and I will reunite somehow. Where, when, I don't know. I don't care. Whether it happens or not, I don't care. I hang on to that thought, and that's enough for me to keep on going. You know, and it's the same thing I feel about, you know, losing loved ones or family or parents or stuff like that. خيو ليك في unknowns, and we don't know for, there must be good reason. I believe that there must be good reason. We know as much as we do. وما نعرف حجم اللي يعني maybe when you're ready you find out more. I don't know. بس برجع لك الإحساس يعني انقلبت. ما رح لك I turned, I worked on it and I discovered and I have to turn it outward. بس فيك تقول سبحانية على serenity, على peace, على I accepted that it's not about me. And when it became not about me, it made it easier for me to cope with the idea. وبرجع بقول لك loss is a physical loss, بس the non-physical will never go away, man. Our connection will never go away. That's enough for me. That's enough for me. عرفت كيف يعني؟ ولما بيقول مثلا خاصة إذا حدا بيكون تعبان او عم بيتعذب قبل ما يتوفى, فالموت رحمه منه. That's why I said الحمد لله. يعني قلت الحمد لله ارتاح لانه he was suffering. اختنق بالاخير, اختنق. يعني الحمد لله he didn't have to go through that stuff.
even if that means يعني برجع بقول لك selfishly يعني ليك أنا بفترض إنه اللي بيتوفى بيرتاح اللي بيزعل اللي بيحبوه for the loss عرفت كيف هلا we don't know what's happening on the other side يعني هون صرنا بمحل تاني بس هلا أوكي في tragedy يعني حتى بس الموت يعني نحنا إذا استشهد إذا شخص قتل أو إذا عرفت كيف في مليون صيغة بس بالأخير it's an on off يعني في عالم الغيب في هون بيلعب دور عاد your spirituality إيمانك دينك في مليون قصة بتلعب دور أو ما أنا عم بقول إلحادك بمعنى الكفر يعني whatever you believe or don't believe in that's where it kicks in you know there are a bunch of unknowns and it's not مو مطلوب منك تحل اللغز وحتى إذا أنت مفكر حالك حليته مو معناته حل في واقع بالموضوع ومو ضروري يكون واقع ثابت يعني عرفت كيف ف يعني شوي الموضوع معقد هلا كمان تزامن مع أنا كنت أنا بالعموم I'm not a reader I'm a listener I listen to audiobooks أنا كنت already سمعان The Power of Now رجعت سمعته yes فرجعت سمعته for the fourth or fifth time بعد ما توفى بيكسل يمكن أسبوعين it helped make it easier again because it supports the nowness and the consciousness being ever present عرفت كيف تبع خلاص you're connected but it's metaphysical it's not tangible anymore it's just it's different عرفت كيف بس man كان تقاطع الطرق كتير مهم يعني حسيت حالي كبرت أو وعيت 20 سنة بظرف شهر شهرين you know ف يعني مثل إنه فات على غرفة طلع شايب عرفت كيف مثلا بيجسدوا لك حالة النبي موسى أنه طلع الجبل رجع صار كتير حكمي وما حكمي ما أنا عم قارن حالي فيه طبعا بس the story of metaphor نفسه 100% وكلكم يعني بما أنه you know أنا كنت روح أطلع هايك جنب بيته بلوس أنجلس في هيك جبل أو تلي صغيري فواحدة منهم أنا كنت سميها موزس على قدر ما أنا صعبي تبع يلي بيخلص الهايك خلص بيصير عنده كين وبيصير بيصير عرفت كيف أنه I used to call it the Moses Trail هي ما اسمها هيك أبدا ف I used to listen to that while going up that path and I think that played a big part بس قولا واحدا وجود إريكا to support me at that time was very important and مثل ما ذكرت السبحانية أو ال being introspective and just الإيمان. Trying to الإيمان and trying to make sense of what happened and removing myself and the ego part of it عرفت كيف as much as possible because it's not about me man and بالعموم that's what I try to do يعني حتى يعني مو التواضع أنا أكافح الإيجو الموجودة فيه هي موجودة فينا كلياتنا وبتفيد يعني هي إلى وظيفي بس بالعموم أنا I يعني معركة الكبرى هي with myself ego. That's هون الوزدم كلياتها معركة كل البشر مع نفسهم مش مع أي حدا تاني مش أي مع أي حدا خارج جسدك معركتك الأولى والأساسية هو النفس هي مع النفس أصلا فأنا كنت مبلش مرحلة يعني بالعموم يعني كنت فايت هالفوتي قبل بسنوات بس يعني فيك تقول تبلورت وكتير يعني صارت واضحة مع يعني بأواخر 2018 طيب ذكرت نقطة هون شدت انتباهي اللي هي أعتقد حكينا عنها بالزمانات اللي هي أنت you're not a reader you're a listener yes ليش بقى ما يعني ما بتحب تمسك كتاب وتقرأه بتحب تسمع كتاب سمعي هلا لك شو صار معي أنا ما بدي أطول كتير بس لأعطيك رؤوس الأقلام أنا من مواليد العراق وربيت بفرنسا وأصلي سوري عشت بفرنسا 10 سنين عشت بأمريكا 27 سنة فمن دولة لدولة من ثقافة لثقافة ومسبق سنتين أنا عيد ميلادي بالصيف ومسبق سنة فبيطلعوا تقريبا سنتين فأنا دائما I felt behind عرفت كيف تبع أنه يمكن الأسلوب يمكن اللغة يمكن ما في أنا من النوع اللي بحب إحساس الارتباط بالمكان وبالأصدقاء عرفت كيف
ما بحياتي حسيت هالشيء. فالقراءة كان نوع من العقوبة يعني، يعني تبع ask me to do anything ولا تطلب مني أقرأ كتاب، عرفت كيف؟ ما بعرف إذا كان في عندي learning deficiency يعني شو اسمه reading problem، بس انطلب مني بي يعني هلا بوصلك بالحديث كله كوم، ومن شيء 10 سنين تقريبا كنا قاعدين أنا وبابا ويعني جمعة عائلية عم ناكل some barbecue or something، فعم بقول له بابا بتعرف انه لهلا انا بكوبس انه بقالي انجلش كريدت لخلص جامعه او كذا، عرفت كيف؟ تبع انا ما عندي كوابيس كتير، بس الكابوس اللي بيتكرر معي هو انه I still have an English class to finish to graduate، وبفيق عم بعرق، عرفت كيف؟ تبع no I finished I'm done. فلما قلت له اياها بكل بروده اعصاب قال لي بتعرف بابا يمكن ما كان لازم نسبقكم هالسنتين، وأنا طول حياتي حاسس حالي حشرة not good enough always behind always battling to keep up، عرفت كيف؟ بالعموم اللي رحمني أنا حسون عندي السماعي كتير قوي، يعني أنا I pay attention، اسم على مسمى، أنا اسمي اليقظان، اسم على مسمى يعني يقظ و alert بنتبه، بس يعني هاي مرحلة موهبة، هاي هيك مولود عندي سماعي كتير قوي، فا even if I يعني وخاصة إذا الأستاذ عطاني نوع من الاهتمام فأنا ما بحب أخذل اهتمامه فيه، عرفت كيف؟ فا I make it a point not to disappoint him، عرفت كيف؟ فأنا عندي يعني I'm glad that I can look back and say I can name my physics teacher بصف 11 بأمريكا، I can thank my algebra teacher بصف الثامن بسوريا، عرفت كيف؟ يعني هدول محطات كتير مفصلية عندي لأنه كتير اهتمام فيه عطاني دعم مرحلة كان ناقصني بس كتير كنت بحاجته. فبالعموم لأنه انتقلنا كتير يعني أعطيك هيك رؤوس أقلام، كان عمري 5 سنين، لا كنت ست سنين، I had just turned 6، رحنا على سوريا لأول مرة، فت على الصف الأول لمدة شهر ورجعت على فرنسا، بابا سبقني سنة وفوتني صف تاني وأنا عمري يدوب 6 سنين بالمدرسة العراقية، كنا نخلص الفصلين بالمدرسة العراقية يبقى شي شهرين للموسم الدراسة بفرنسا، عرفت كيف؟ فننطبخ طول السنة عربيا ونكفي هالشهرين بنفس الصف فرنسيا، عرفت كيف؟ تبع في an entire two semesters رايحين عليك وبدك ترجع تكفي بلغة ما أنك مأسس فيها صح، عرفت كيف؟ فترقيع بترقيع بترقيع ومشي حالك. حسان أنا بحياتي ماني فاتح كتاب، بحياتي ماني إريان، ماني عامل homework. How I finished, how I passed, how I graduated is a mystery to me. That is تركيز. عرفت كيف؟ حسان أنا قلت لك بركي مثل سفنجي، يعني حتى ليش بيعطوك homework؟ مشان تمارس اللي عم تتعلمه. يعني أنا the whole time وعندي photographic memory قوي الحمد لله. I would recall what was written on the board and how he solved it. بس لأنه ما أنا مارس ما عندي تجربة فtime would always run out before I could finish. عرفت كيف؟ أما من حيث المعلومات فيك تقول 80-90% it's in here بذهني. فهذا اللي أنقذني. وطبعا يعني بهديك الأيام ما كان في شيء اسمه audio books. لما اكتشفت audio books man it opened up a brand new world to me. كان أنا بشوف أولاد أخي، عندي بنات أخي وابنه man they read man بيخلص. يعني هذيك مرة شهرزاد بنته الكبيرة عم تقرأ كتاب يعني يمكن شيء 1000 صفحة، عم بالله عمو أنا يمكن بحياتي ما نقريان هالقد I'm not proud of it. بس كتير كتير مرحلك بحسدهم، بس أنه what it does for the imagination I missed out on that. بس هيك كان ظرفي يعني، وانتقلنا يعني بالصف الثاني كنت بفرنسا، الثالث كنت بالجزائر، الرابع بسوريا، الخامس بفرنسا، السادس بفرنسا، السابع نصه بفرنسا، من نص السابع للحادي عشر بسوريا، من بداية الحادي عشر until recently بأمريكا. روح حلا بقى. إيه بس أنت بشكل عام، أنت بشكل عام يعني أوكي if you read مطلع على العديد من الكتب والعديد من الأمور الثقافية عن طريق الوسيط السمع مش عن طريق القراءة التقليدية. Exactly. بس دي لك في نقلة نوعية صارت. أنا لما كان عمري 22 تقريبا 23
نقلت على نيويورك to work with Sammy again. Sammy is one of my best friends and mentors. كنت مشتغل معه بمحطة بواشنطن. نقل على نيويورك اشتغل بزي 100 احدى اهم المحطات بالتوب 40 او الكونتمبرري هيتس. فرحت اشتغلت هنيك. عملنا بوت كامب وقتها I was very drawn to marketing وكذا. فأحد الكتب اللي انطرحت كان اسم الكتاب The 22 Immutable Laws of Marketing. You recommended that book to me and I read it. Amazing. I read it, حسان. I could not put it down. تبع أنا كنت أسمع العالم إنه I read this book and I couldn't put it down. لك روح أطلع من هالبواب. عرفت كيف؟ تبع إنه فكرت إنه نخبوية إنه هدول شو يا أبا، عرفت كيف؟ إحنا شلة المثقفين. طلع شو عقدتي حسان؟ طلع the subject matter. If I'm interested, it's not that I'm incapable of reading. I just was not interested in the stuff. For this to me, because I was so interested in it. قريتها والكتاب صغير يعني للأمانة، يعني ما إنه هالكتاب حسان، بس حسيت حالي أنا يعني محطم رقم قياسي بالماراثون، عرفت كيف؟ كأني راكد ماراثون بعشرين دقيقة بس لأن قريت شقفة كتاب. يعني تبع بصدق man there's nothing wrong with me I'm okay المشكلة بالكتاب مش أو بالسبجكت اللي عم بقرأ مش فيني تماما. وبعد زمن إني كان في بتعرف أنا ديش حكي لك عن ماكس مارتن، he's a you know an amazing producer who's produced more hits than a lot of people. ففي شخصية اسمها Pete Waterman كان جزء من group a group of producer called Saw بإنجلترا. Saw is short for Stock, Aitken and Waterman. فهدول they were a production group and they had produced more hits in the UK than anyone else. Kylie Minogue, Rick Astley, Bananarama, عرفت كيف؟ The sound of the 80s in the UK. بالUK. Globally, إذا بدك عرفت كيف؟ تبع كانوا عم بيصدروا للعالم كله. يعني who doesn't know Never Gonna Give You Up لRick Astley? Who doesn't know I Heard a Rumor لBananarama? Who doesn't heard I Should Be So Lucky لKylie Minogue? عرفت كيف؟ للي بيعرف الأسامي اللي عم بحكيها. أنا من زمان I pay a lot of attention to the people behind the music. عرفت كيف؟ فاتزامن هذا الحكي أنه Pete Waterman نزل كتاب عفوا اسمه I Wish I Was Me talking about songs that يعني حسان name one of your favorite songs in كان عربي أو إنجليزي whether in recent times or ever. أي لا على التعيين. Do you want me to name one? Yeah, any لا على التعيين. It doesn't have to be your favorite but a song that you're very fond of. انسى اللي راح نينا عبد الملك. انسى اللي راح نينا عبد الملك. افترض مثلا افترض there was a book that talked about how that song came about, the idea, how it was recorded. I would read it 17 times. تبع super behind the scenes. هذا ما قبل إسا ما كان في انترنت، إسا ما كان في، عرفت كيف؟ تبع this is the only place where you would get that. The book was basically filled with my childhood hits, songs that I like idolized. I was like, are you kidding? حسان الكتاب هذا كان أكبر بشوي، أبو 300 صفحة. كمان خلال يومين كنت مخلصه. تبع I literally could not sleep بالمترو وأنا رايح على الشغل وأنا عم باكل. And I was like, okay, خلاص انحلت. ما بدي بدع يعني ما بدي. I'm capable of reading. I just need to like what I'm reading. That's my story with reading and why it's been a يعني. So you do actually read يعني بتقرا I do like كتب بس بتفضل الاستماع 100% since the internet حسان يعني I read a lot of articles I like the visual medium and the audible medium بس بالعموم audio allows me to do other things الكتاب you have to super focus عرفت كيف ومثل وهذا الشيء يمكن كمان له علاقه مثلا انا ادنت السماعيه كثير اذتني من حيث التعلم على قراءه النوطه انا لانه أي غنية إذا بعرفها فكانت إدني تغطي على reading the notes يعني فيني هجي بس مثل افترض مثلا the amazing superheroes بقرأها يعني I know the letters بس ما عندي ممارسة بقراءة النوطة عرفت كيف الوقت وكذا لأنه خلاص إدني was moving so much quicker than the reading than the eye was and it all felt like it felt like كتير انضغطت كنت حاسس حالي كتير مضغوط أنا على الصغر فعملت عندي نفور عرفت كيف يعني هلأ لهلأ مسكني كتاب
بيغب قلبي. I have an unhealthy relationship with that مادة الكتاب. Articles I can read online, بس كمان when it comes to article, ماني أنا user experience guy. Is the spacing مانو double spaced وفي titles bold وفي white space enough ما بقدر أقرأ حتى لو كنز الكنوز. عرفت كيف؟ It has to be, presentation is so big for me. It's easy for me to get visually overwhelmed with text. عرفت كيف؟ But that's also another reason why I يعني books because they're so dense. عرفت كيف؟ تبع وحسب الفونت وتبع I'm like نظام حسن بيغب قلبي من الآخر بيغب قلبي. بدك اياها تكون مطبوخة طبخة كاملة هيك تكون the perfect formula. Exactly. I have the capacity to absorb and learn, but it has to fit how I want to receive it. Okay, عسيرة to learn. How are you spending your time nowadays? Nowadays, I know you're a learner. Yes. بشكل عام. Yes. So how are you spending your time? هلا ليك حسن من الآخر. If YouTube was around when I was a kid, هاي بقولة بكل فخر وشوفت حال. كنت قلبت الكرة الأرضية فوق أنا تحتاني. I'm dangerous with information, Hassan. And I absorb information very quickly. Hassan, I'm a sponge. I've been a sponge for a long time. And I'm a non-linear learner. عرفت كيف؟ تبع النظام الكلاسيكي التعليمي. أرى هون. And يعني, what's happening worldwide is how I've been for a long time. يعني مو لأني أنا والله شغلي كتير كبيري, بس I'm non-linear. عرفت كيف؟ And you can pick and choose, man. If YouTube is around, there's literally anything you want to learn is on YouTube. هلا في مشكلة بي the quality of content that you find, the credibility of the content that you find. وبين قوسين, you know, I've been part of a show that's done very well in the space that it's in with my mentor Dave Pensaro, the mix engineer. And the idea there is that he has the credibility and the stuff that he recommends is instantly usable. عرفت كيف؟ It doesn't have to be the best. بس الكريديبيليتي موجودة. ف how to cook your favorite dessert, في مليون recipe, where do you stop? يعني it's a maze, it's an endless journey of information. بس بالعموم أنا دائما على اليوتيوب, دائما يعني how to is a big part of what I do. تنوع الديسيبلينز اللي أنا فيها, كان you know graphics, تصوير, موسيقى, كذا, كله بينفذ على بعضه. One serves the other. You have to give. I'm constantly learning and I'm constantly wanting to create, and that's how I love to spend my time. You know. Hassan Nakari. That's me. You're a freaking legend, bro. I am no such thing. I'm just trying to do my best. You are. You are I'm indeed. I'm trying. طلب منك ساعة. Yes. قضينا ساعة و12 دقيقة so far. I'm thankful for your time. Thank you, man. This was a nice little surprise, and I'm glad you're doing this. لنا لقاء جديد لأنه القصص لا تنتهي. Yes. وعندك indeed. بحر من المعلومات في العديد من المجالات اللي أنا شخصياً interested in. Yeah. يعني بدنا نحكي لهم كيف دخلتني بعالم الفوتوغرافي وصرفتني $100,000. حملني ياهن هدول حسون. بدنا نحكي كمان عن بدايات زان وحسان. بدنا نحكي عن الحب والعلاقات الرومانسية. بدنا نحكي عن السفر وأمريكا. بدنا نحكي عن السجن والمعتقل. يس. والشغلات اللي تصنع الرجال, يعني بعض الشغلات اللي مو كل العالم تعرفها. Yeah, I would be happy to. عن جد kudos to Nina for suggesting this. I think this is a brilliant idea, and I think it fits you, it fits what you want to do. I think it's great, and I'm honored to have been part of it. Zuz, love you, bro. Love you too, man. يلقى. Bye bye.